هل أصافحه يدا بيد أو أضع يدي على كتفه أو ماذا أفعل وماذا أقول له؟ نعم، السلام تسلم عليه بالمصافحة، صافحه وتدعو، تقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إن كان الميت مسلما، تقول غفر الله لميتك، أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. نعم.